بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، خرج عن إدارة القناة تماما في عدم نقل الشوط الأول. يسعدنا أن نكون معكم مع بداية الشوط الثاني. دي 4 الأهلي 8 5 سبورتنج. زي ما قلت لحضراتكم بنعتذر تماما لكل مشاهدينا، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، لظروف خارجة عن قناة الأهلي تماما، عدم إذاعة الشوط الأول. هجمة النادي سبورتنج، هنقول الأسامي أثناء المباراة على طول. 33 بتبدأ، نوران خالد طلع الكرة عند رقم 9، نوران اللي بتطلع تاني، هات وخد، تحاول تعدي من النص لكن دفاع الاهلي بيمنع. والتصويبه وهدف، التصويبه والهدف السابع. 7 سبورتنج 8 الاهلي. هجمه اهلاويه لكن في سطاره، بتقف الكوره بيرجع تاني للسنطره. نلعب في الدقيقه 5 من زمن الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ونهائي بطولة كأس مصر عموم سيدات. على طول هجمة أهلاوية بتبدأ عند شيماء عماد الدين، على طول ليه 55 إسراء سيد، لكن بترجع تاني الكورة عند رقم 11 ضاح حلمي اللي بتحاول تعدي لكن فاول. رمية حرة أهلاوية تطلع من على الدايرة تلعب رقم 98 ياسمين عبد الرحيم، ترجع الكرة تاني ناحية الشمال بتحاول تعدي لكن ترجع تاني لياسمين. التصويبة لكن العارضة تمنع، العارضة لكن تلمها تاني قناة الأهلي، بيحاول تعدي وتصوب وتسجل 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 هدف. ولا أروع ولا أجمل من كده، بتخش من الجناح وعلى طول الهدف التاسع. 9 الأهلي 6 سبورتنج عن طريق رقم 3 يارا خالد. هجمة النادي سبورتنج، أصحاب الزي الأخضر لسه التمريرات بالعرض، بتحاول سبورتنج كده. ياسمين صلاح الدين اللي معاه الكرة، ياسمين صلاح الدين على طول بتطلع كورتها، بتحاول تساعد على الدايرة كانت تاخد فاول. رمية حرة، رمية حرة من بره 9 أمتار، على طول تلعب رقم 4 ندى شريف، طلع تاني عند 55 نوران أمين، لكن في فاول تاني متطوع ناحية الباك اليمين. على طول بيطلع الكرة عند نوران خالد اللي بتحاول تعدي لكن ترجع تاني. دفاع الاهلي مستبسل تماما، وتصويبه من بره 9 وهدف لنادي سبورتنج. على طول الاهلي يرد تعدي على طول ساره الخولي، وتمريرات بعرض الملعب لسه تبدا كده. شيماء عماد الدين، شيماء والتصويبه لكن دفاع سبورتنج يمنع. ورمية حرة من بره 9 أمتار، على طول شيماء عماد ليه؟ دعاء حلمي لشيماء تاني تستلم وهي بتجري كويس قوي. إسراء إسراء سيد لكن رمية مرمى نادي سبورتنج، رمية مرمى نادي سبورتنج. زي ما قلت لحضراتكم، الأهلي بطل كأس مصر الموسم الماضي، وحتى الآن هو حامل لقب البطولة، وأيضا هو أول دوري العام لسيدات مصر. هجمه النادي سبورتنج، تمريرات بعرض الملعب، بتحاول والله رقم 9 ياسمين الناصر صلاح الدين. ادي ياسمين بتحاول تستلم من ورا، تعدي تاني، توصل الكوره عند نوران خالد اللي بتحاول تصوب لكن دفاع الاهلي يمنع. ترجع تاني لسبورتنج على مهلها خالص، نوران خالد تستلم ترجع ليه ياسمين صلاح الدين، والتصويبه لكن حارس الاهلي، برافو حارس الاهلي غاده حسام شعبان. والرميه الحره اتلعبت على طول للاهلي. اسراء سيد، يلا يا اسراء عايزين نشوف مهاراتك. والتصويبه لكن من خارج الملعب، ورميه جزائيه، رميه 7 امتار للاهلي، رمي 7 امتار الاهلي. انا شايف 13 رايحه مي هشام، مي هشام هي اللي رقعه تلعب الرميه الجزائيه. جمهور كبير بيحضر هنا في الصاله رقم 2 مجمع الصالات مدينه نصر. على طول لسه هي زي ما قلت لحضراتكم، مي هشام
مي على التنفيذ بيسجل مي الهدف العاشر، بيسجل مي على طول الهدف العاشر، 10 الاهلي 7 سبورتنج. لعبت الكرة على طول منا وليد، توصل الكرة عند نوران امين، ليه نوران خالد على الدايرة بتحاول تسقط، لكن فاول، رمية حرة، رمية حرة بتاخدها رقم 4 ندى شريف، تاني الكرة بتتلعب توصل عند الباك اليمين رقم 55 نوران امين، هات وخد، تمريرات بعرض الملعب حاول تصوب لكن خارج الملعب، رمية مرمى، رمية مرمى أهلاوية، اتلعبت على طول ليه نصرة اللي بتسقط على الدايرة لكن أطول من اللازم وتتنقل الهجمة، النادي سبورتنج بتعدي كويس قوي، رقم 2 هاني حسن لسه من الجناح بتحاول تخش لكن يشيلها دفاع الأهلي، تبقى المرتدة السريعة وهي وجود وتشيلها حارس المرمى، كان انفراد تام، شيماء، شيماء كان انفراد تام بالكوره، ترجع تاني الهجمه النادي سبورتنج، نلعب في الدقيقه زمن الشوط الثاني مشاهدينا الكرام، 10 الاهلي 7 سبورتنج، تمريرات بعرض الملعب، هات وخد من خارج التسع امتار، بتحاول تعدي كده نوران امين، هات وخد معه نوران خالد، توصل للجناح اللي بتحاول تخش لكن على طول في العارضة وتطلع تاني لماها سبورتنج، يلمها دفاع سبورتنج تاني، لسه الهجمة نادي سبورتنج، هات وخد نوران خالد مع نوران امين باك اليمين والتصويبة وهدف، التصويبة وهدف، هدف لسبورتنج الهدف الثامن عشان تقرب النتيجة، 8 سبورتنج 10 الأهلي، هجمة أهلاوية، يارا خالد في الجناح في النص، شيماء عماد توصل عند 95 دنيا صقر، لسه الأهلي بيحاول والتصويبة لكن في فاول، رمية حرة، رمية حرة أهلاوية، رامي حرة للنادي الاهلي متطوحة ناحية الباك الشمال، اتلعبت على طول عند شيماء عماد، هات وخد شيماء، في تغيير في مراكز النادي الاهلي، بتحاول تعدي اسراء سعيد لنصر عيد، نصر بتحاول تعدي وتعمل اختراق، والله ده مش نصر، دي شيماء عماد، تاني الكورة بتتلعب شيماء عماد لإسراء سعيد، هات وخد من الخط الخلفي، حاول تعدي لكن أربع خطوات حسبت على الأهلي، والفاست بريك هي والجون، هي والجون وتعدي، بترجع تاني على كورتها، بتبدأ تعمل الهجوم المنظم، يمكن الشوط الأول كان الدفاع يعني عايز أقول من الفريقين جامد جدا عشان كده السكور ضعيف، هجمة لسبورتنج، نوران خالد لنوران امين لنوران خالد تاني، حاول تعدي وتخترق وتسجل، تعدي وتخترق وتسجل الهدف التاسع، لكن على طول الاهلي بيطرد وتصويبة، ولا اجمل ولا اروع، ولا اجمل ولا اروع من شيماء عماد، بتخش وتسجل هدف 11 عام، والجمهور الكبير في الصالة حضراتكم سامعين الهتاف، هجمة النادي سبورتنج على مهلها كده، بتحاول نوران امين من نوران خالد، هات وخد تطلع من الجناح وتحاول تخش لكن على طول تشيلها حارس المرمى غادة شعبان، والمرتدة للنادي الاهلي لكن معلش تولد، تبقى الهجمة لسبورتنج على طول اتنقلت ناحية اليمين، هات وخد لكن مقطوعة تاني من دفاع الاهلي، والله كانت واخدها نصر عيد وبتحاول تكمل لكن لسه الهجمة لسبورتنج، هات وخد نوران خالد
الباك اليمين نوران امين، في الجناح تبدا عند 45 ساره، لكن مطول على طول المرتده السريعه، وهي والجون، هي والجون، وتشيلها حارس المرمى. يعني كان انفراد تام، ساره الخولي، ساره الخولي كان انفراد تام بالهدف، كان ممكن يكون الهدف ال 12، لكن والله حارس مرمى مي علي، حارس مرمى سبورتنج بيمنع الهدف. هجمه لسبورتنج تاني، تمريرات بالعرض، هات وخد، بتوصل عند رقم 9 ياسمين صلاح، او ياسمين النصر صلاح الدين. ياسمين بتحاول تطلع عند نوران امين، وعلى الدايره بتحاول تسقط، ورميه جزائيه، دفاع من الداخل، وفي دقيقتين على لعيبه النادي الاهلي. دقيقتين على لعيبه النادي الاهلي رقم 8 دنيا شريف، والرميه الجزائيه لسبورتنج، رقم 9 ياسمين النصر صلاح الدين. ياسمين والعارضه، والعارضه، ويتلمها ساره الخولي، ويتلمها ساره الخولي، لكن تبدا بهجمه منظمه وتستنى كرتها كده. ساره الخولي تمريرات بالعرض، توصل والله. انا شايف نصر دلوقتي في الباك اليمين، موجود في النص شيماء عماد، شيماء عماد اللي معاه الكوره، واسراء سيد راحت في الباك الشمال كده. في تغييرات في مراكز النادي الاهلي، جاري من غير كوره، بتحاول تقطع لكن نصر لسه معاها، تصويبه من نصر لكن خارج الملعب، خارج الملعب، رميه مرمى وحلوه والله، بتقطعها كويس قوي اسراء سيد. قلت لحضراتكم مهاريا عاليه قوي اسراء، والكره بتتلعب ناحيه الشمال، بتحاول تعدي لكن ترجع تاني لنصر عيد. نصره هات وخد عند ساره الخولي، توصل لاسراء سيد على طول لنصره. تاني التمريرات، تغيير في مراكز النادي الاهلي، تنزل في النص شيماء عماد، شيماء، ادي تغييرات المراكز اللي بنقول لحضراتكم عليها، بتسقط على الدايره الناصره، لكن لسه الكوره مع الاهلي، اشاره اللعب السلبي. تاني هات وخد، وتحاول تخلص قبل الوقت. تاني اسراء في صفاره، وتايم اوت بيطلبه المدير الفني للنادي الاهلي كابتن ياسر صلاح. يا ترى كابتن ياسر هيقول لهم ايه النتيجه؟ حتى الان بدانا في النص الشوط الثاني، الدقيقه 15 و52 ثانيه، التقدم مازال اهلاوي 11 سبورتنج 9. يا ترى هيتكلم على الفاست بريك ولا هيعمل ايه؟ في تصويبات من بره، انتهى الوقت المستقطع، ننزل لملعب المباراه ونشاهد ونشوف ونوصف لحضراتكم حصريا. مشاهدينا الكرام، ننفرد باذاعه نهائي كاس مصر عمومي سيدات قناه الاهلي. هجمه اهلاويه، نصر على التنفيذ، تستلم نصر، بتحاول تعدي وتكمل بكورتها لكن في فاول، وما زال اشاره اللعب السلبي مرفوعه، ممكن يكون في اختراق كده من اسراء ولا ايه؟ إسراء معروفة بالاختراقات من النص، لكن ترجع الكرة عند الخولي والله. شيماء عماد والتصويبة من شيماء، لكن رمية مرمى لنادي سبورتنج، رمية مرمى لسبورتنج على مهلها، بتطلع الكرة عند نوران أمين، نوران أمين ليه؟ في تغيير كده في المراكز، في الجناح سلمى صديق، توصل في النص مران خالد،
تاني التمريرات لنوران امين، نوران خالد في النص، هات وخد، وتغيير في المراكز نادي سبورتنج عند ياسمين الناصر صلاح الدين، لكن الاهلي يقطع وتحاول تعمل دريبل كده وتكمل الخولي، ورامية جزائية، رامية جزائية ومعاها دقيقتين. سارة الخولي قطعت الكورة وكملت وحاولت تخش، لكن والله في الآخر تاخد رامية جزائية ودقيقتين. هشوف مين اللي رايح، أنا شايف مي هشام. مي هشام اللي رايح على الكورة. مي هشام على التنفيذ. تصوب وتسجل. وتسجل هدف ال 12، مي هشام. سجل هدف ال 12. والهجمة لنادي سبورتنج اللي بيلعب خمسة. هجمة لسه نادي سبورتنج. تمريرات بالعرض، نوران خالد، نوران امين في الجناح، سلمى صديق، نوران امين، نوران خالد تاني، تلعب للجناح العكسي وتصويبه من منا وليد، وتسجل منا، وتسجل منا وليد الهدف العاشر. تاني الاهلي يبدا تنزل في نص الملعب كصانعة العاب، شيماء عماد، شيماء لإسراء سيد، حاول تعدي إسراء كنت تاخد فاول إسراء، فاول رمية حرة اتلعبت على طول عند شيماء اللي بتوصل الكورة عند دينا دنيا صقر لإسراء سيد لدنيا صقر، التصويبة لكن خارج الملعب، رمية مرمى شيلها حارس المرمى على طول. يبدأ سبورتنج تاني، تمريرات بالعرض على مهلها خالص، بتعدي نص الملعب وتحاول ان هي تشوف ثغره كده في دفاع الاهلي، لكن الاهلي واقف 6-0 تماما على الدايره. نوران خالد بتعمل لها تعجيز نوران، لكن ترجع تاني في الجناح عند منى وليد، ترجع لندى شريف ونوران امين على الدايره، وفاول رميه حره، رمية حرة للسبورتنج. زي ما قلت لحضراتكم، مباراة لن تجدها إلا على قناة الأهلي حصريا، نهائي كأس مصر عموم سيدات أهلي وسبورتنج. تاني رمية اتلعبت على طول لسبورتنج، اكتمل نادي سبورتنج، نزلت رقم 9 ياسمين الناصر صلاح الدين كصانع ألعاب سبورتنج. نوران خالد لياسمين بتحاول تعدي للنوران خالد تاني اللي بتحاول تعدي، بتاخد فاول رامية حرة، رامية حرة لسبورتنج. لسه الكورة على طول، الكورة اتلعبت نوران خالد ياسمين صلاح لنوران امين، بتحاول تعدي، كان دفاع الاهلي جامد، قلت لحضراتكم دفاع الاهلي متكتل على 6-0 تماما، بيمنع اي حد يخش. اول مره تتقدم اهي، والتصويبه اتقدمت سنه والله، لكن التصويبه كانت سريعه جدا. الهدف 11 لسبورتنج، وتاني الاهلي بيحاول يعدي ياخد فاول، كان ترجع الكوره عند شيماء، شيماء لاسراء، اسراء سيد لشيماء تاني، ترجع الكورة عند دنيا صقر لإسراء لشيماء لدنيا، هات وخد، تمريرات بالعرض، إسراء سيد، تصويبة حلوة، هايلة هايلة هايلة، تصويبة ولا أروع ولا أجمل يا إسراء. الهدف 13 للأهلي. إسراء سيد قلت لحضراتكم مهاريا عالية أوي، فوقتنا ووردتنا تصويبة ولا أروع ولا أجمل من كده. تاني بتحاول تعدي كده سبورتنج من بره عشان تفتح ثغرات، تمريرات من الخط الخلفي، هات وخد، دنيا دينا لياسمين، والتصويبه والهدف، التصويبه والهدف، هدف ال 12. تاني اسراء صلاح بتحاول تعدي، اسراء سيد والله ناصر عيد، لكن تاخد فاول ناصر وتخرج وتنزل في الهجوم
رقم 89 شيماء عماد. يبقى كده شيماء صانع العاب. باك اليمين موجوده دنيا صقر، في الشمال اسراء سيد. ادي اسراء لدنيا، تطلع من الجناح تستلم ساره الخولي، لكن تلعب تاني هات وخد لدنيا. التصويبه ولا اروع يا بنتي والله، لكن حارس المرمى تشيلها، تبقى الهجمه النادي سبورتنج. عادت نص الملعب على مهلها خالص، تحاول تعمل الهجوم المنظم. ياسمين صلاح الدين ليه نورين امين، نورين امين ليه شيماء، ليه ياسمين صلاح تاني لنوران، ليه نورين، لكن اطول من اللازم. تبقى رامي الجانب للنادي الاهلي، تطلع على طول حارس المرمى. امنية خالد تلعب، تعدي نص الملعب شيماء عماد، شيماء لسارة الخولي، توصل عند نصرة ليه شيماء عماد لنصرة، هتاخد نقلة نصرة في الباك. وادي اسراء اسراء سيد، شيماء لنصرة، تنزل الجناح عند سارة الخولي لنصرة على الدايرة، بتسقط تاخد فاول، رمية حرة، فاول رمية حرة ليه ياسمين عبد الرحيم. تاني نصرة بتحاول تكمل، تاخد فاول نصرة، رمية حرة أهلاوية. نصرة عيد وياسمين عبد الرحيم على التنفيذ، اتلعبت على طول لإسراء سيد، والتصويبة ولا أروع. لا قلت لحضراتكم، قلت لحضراتكم إسراء سيد يعني كلمة السر حتى الآن في النادي الأهلي. هم طبعا كلهم متفوقين، لكن تصويبات إسراء واختراقاتها. الهجمة لسبورتنج، تمريرات بعرض الملعب لسه. نوران خالد نورين أمين تاني هات وخد، نوران لنورين، والتصويبة لكن فاول عكسي، فاول عكسي، تبقى الهجمة أهلاوية. اتلعبت على طول من مكانها، توصل عند نصر عيد، شيماء عماد، شيماء ليه نصر عيد لسارة الخولي في الجناح، تاني شيماء لإسراء سيد اللي بتحاول تسقط على الدايرة، لكن تاني بترجع من الجناح والكرة بتتلعب، لكن ترجع تاني لسارة الخولي اللي بتحاول تلعب لعبة من ألعاب الهوا، لكن مقطوعة، تبقى فاست بريك، لكن يلمها دفاع الأهلي، لكن ترجع تاني تلاقيها كده رقم 96 من سبورتنج سلمى صديق، وتسجل سلمى الهدف ال 13 لسبورتنج، 13 14 للاهلي. الدقيقة 25، خمس دقايق مشاهدينا متابعينا عبر قناة الاهلي الفضائية في كل مكان، نهائي كأس مصر امام السيدات، وهدف وهدف هدف هدف جميل، هدف جميل من على الدايرة، بتخش ياسمين وحيد وتسجل الهدف ال 15. تاني الهجمه لسبورتنج، تمريرات بالعرض، هات وخد من الخط الخلفي، نوران ليه ياسمين صلاح، لكن تاخد فاول ياسمين صلاح، ترجع تاني الكره لنوران، بتحاول تعمل اختراق، لكن ترجع تاني التصويبه من رقم 9 ياسمين الناصر صلاح الدين، والهجمة أهلاوية على طول. شيماء سيد بتحاول تخترق، إسراء سيد، وهدف وهدف هدف، قلت لحضراتكم على طول حملة تعمل اختراق، إسراء سيد وبتلاقيها على الدايرة وبتسجل الهدف 16 16 14. يرجع الفريق تاني هدفين، يبدأ الأهلي يلعب 5-1 في الدفاع. إسراء سيد بتطلع تقابل من بره، تاني سبورتنج يحاول تمريرات، تحاول تعمل اختراق لكن مقطوعه، مقطوعه من دفاع الاهلي،
لسه الهجمه لسبورتنج. مران خالد تطلع من على الدايره تستلم ندى شريف لنورين لنوران خالد بيسجل. نوران عملت اختراق وسجلت الهدف ال 15 15 16 للاهلي. اسراء سيد اسراء على طول شيماء عماد الدين لاسراء سيد هات وخد. ناصر عيد تقع من ايدها تبقى رامي الجانب لسبورتنج رامي الجانب لسبورتنج تطلع مي عالي تلعب لسه الهجمه بتعد نص الملعب على مهلها في صفاره كده الحكام بيوقفوا الملعب عشان الصفافير الجماهير. مدرب سبورتنج اشتكى وعلى طول وقفوا الملعب ممنوع الصفارات وهيبقى فيه انذار ليه اعتقد قبل كده تم عمل انذار لجمهور الاهلي والملعب نقص دقيقتين في الشوط الاول و لسه المباراه متوقفه. وقلت لحضراتكم يعني كان الكلام كده على الصفارات بتاعت الجمهور في انذار هيبقى للمدرب انذار تاني للمدرب كابتن ياسر صلاح كده الملعب هينقص دقيقتين للمره الثانيه والله حسبوها انذار على المدرب ما كده الملعب مش هينقص. النوبه اللي فاتت كان انذار جمهور والكره اتلعبت على طول ليه سبورتنج. هات وخد من الخط الخلفي بتحاول ياسمين الناصر صلاح الدين ان هي تعدي لكن مقفول عليها من ناصر عيد تاخد فاول ياسمين. هات وخد نوران خالد تاني بتحاول تعدي لكن في صفاره وفاول فاول تلعبها على طول رقم سته منى وليد على التنفيذ ليه ندى شريف ترجع الكره تاني لنورين نورين امين لكن ترجع تاني الكره لسه عند نوران خالد اللي بتحاول تعدي وتصوب وتسجل وتسجل اول تعادل في اللقاء اول تعادل في اللقاء 16 16 والجمهور على طول العب يا اهلي. حضراتكم سامعين الهتاف يمكن صوتنا بنحاول نعلي الصوت على قد ما نقدر صوت الجمهور مغطي علينا تماما. تعادل 16 16 هجمه اهلاويه على طول بتلعب شيماء عماد لاسراء سيد لشيماء حاول تعمل اختراق شيماء لكن تاخد فاول شيماء تاخد فاول لنصر عيد لشيماء على الجناح تحاول تسقط وتشوطها لكن شيلها حارس المرمى مي عالي بتشيلها مي عالي بتشيل حارس المرمى لسبورتنج. هجمه النادي سبورتنج اللي بيحاول على قد ما يقدر كده يخلص الدقيقه وكام ثانيه اللي فاضله لسه الهجمه مع نادي سبورتنج اللي بتحاول تعدي توصل الكوره عند رقم تسعه ياسمين النصر صلاح الدين بتحاول تعمل اختراق في صفاره وفاول فاول من بره التسع امتار لسه الكرة ما اتلعبتش الملعب بيقف في حالة استمرار التعادل. هنلعب خمس دقايق وخمس دقايق على الشوطين لسه الهجمة لسبورتنج. إسراء خالد ليه شيماء الناصر صلاح الدين تاخد فاول شيماء وشرط اللعب السلبي في صفارة وتايم اوت وقت مستقطع بيطلبوا المدير الفني لنادي سبورتنج كابتن محمد عبد السلام على اساس ان هو يتكلم في اقل من نص دقيقه 27 ثانيه بالظبط هيتكلم فيها. هيحاول بقى كده يعمل اختراقات من النص او تصويبه من بره يخلص بقى اللقاء. والاهلي طبعا
كابتن ياسر صلاح فاطن تماما لهذا الكلام، اكيد هيوقف اللعيبه بتاعته على 6-0 او هيطلع معاهم مان تو مان من بره عشان محدش يعدي. انتهى الوقت المستقطع، ننزل لملعب المباراه ونشوف هيعمل ايه الاثنين، ايه المديرين الفنيين هيعملوا ايه. اقل من نص دقيقه مشاهدينا الكرام، اقل من نص دقيقه لسه هنشوف ايه اللي هيحصل. لسه الملعب واقف، كابتن هايدي السعيد وياسمين السعيد حكماء اللقاء الدوليين بيتكلموا على الترابيزه لسه، وشرط اللعب السلبي لسه مرفوعه، بتحاول تخش وتكمل لكن فاول تاني من بره 9 امتار، بتوقف الملعب تاني، فاول من بره 9 متر على التنفيذ ندى شريف. ندى ليه؟ ياسمين النصر صلاح الدين بتحاول تعدي على الدائره، بتحاول تسقط واللعبه عكسيه، فاول عكسي. وعلى طول هنا بيطلب كابتن ياسر صلاح وقت مستقطع، كابتن ياسر صلاح بيطلب وقت مستقطع، اكيد بقى هنا هيتكلم مع فرقته، في حد هيشوط من بره او اختراقات عن طريق اسراء سعيد هنشوف ونتابع مع حضراتكم. اقل من 13 ثانية بالظبط، 13 ثانية مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، تفصلنا عن نهاية الشوط الثاني والتعادل 16-16. كابتن ياسر صلاح طلب وقت مستقطع، هنشوف هيعمل ايه. طرف اختراق من النص كده لاسراء، ويكون معاها رمية جزائية ولا في تصويبة من بره كده، هنشوف ونتابع، هنشوف ونتابع كده. لسه اللعب ما بدأش، بداية المباراة على طول. ناصر عيد توصل الكورة ليه رقم 19 سارة الخوري، يطلع حارس المرمى عشان يعمل زيادة عددية، وفي فاول لسه. و هو طبعا انتهى الشوط الثاني، لكن في شوطة كده لو دخلت تنهي المباراة، لو ما دخلتش يبقى في 5-5 على الشوطين. هنشوف ناصر عيد هتعمل ايه. ناصر عيد على التنفيذ، ناصر عيد على التنفيذ، هنشوف هنتابع. وتشوطها ناصره كان تيجي في دفاع سبورتنج ومعاها ينتهي الشوط الثاني، وفي 5 دقايق و5 دقايق على شوطين، يعني كده استراحه قصيره مشاهدينا الكرام نوصل بيها لملوك الصالات كابتن هيثم السعيد، على اساس ان احنا نبدا نذيع المباراه مره ثانيه 5 دقايق و5 دقايق. فالميكروفون يطير سريعا للكابتن هيثم السعيد ونجوم الصالات وضيوفه الكرام كابتن سامح لبيب وكابتن سلوى سليمان، فعليهم الميكروفون. اذكر حضراتكم كده باسماء النادي الاهلي: حراسة المرمى امنيه خالد، هند اشرف، غاده حسام شعبان، يارا خالد، ين دنيا شريف، نصر عيد، دعاء حلمي، مي هشام، ساره حسام شعبان، ساره الخولي، اسراء سيد، ياسمين وحيد، شيماء عماد الدين، دنيا صقر، ياسمين عبد الرحيم، نوران كمال حافظ. دي اسماء لاعبات النادي الاهلي اللي موجوده معانا النهارده في المباراه، ايضا اللي موجود من سبورتنج، حراسه المرمى فرح امين ونادين المجدي ومي علي، اما اللاعبات نوران احمد وائل النهري ومنى وليد، ملك علي، ياسمين صلاح الدين، ياسمين النصر صلاح الدين، نوران خالد، هاني حسن، سلمى هلال، نورين امين، هنا سامي،
سهيله جمال، سلمى صديق، ايه خالد، ندى شريف. دي اسماء الفرقتين مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. واحنا الان على بدايه الشوط الثاني، وهنشوف ونتابع مع حضراتكم الشوط الثاني والثالث ايه النتيجه فيه. هنشوف ونتابع مع حضراتكم النتيجه هتوصل لايه. زي ما قلت لحضراتكم بدايه الشوط الثالث مشاهدينا الكرام، الاهلي طبعا هيلعب ناقص لمده دقيقتين، يعني هيلعب خمس لعيبه اللي موجودين في الملعب دلوقتي. هنشوف بقى كده البدايه والارسال مع النادي الاهلي، بدايه والارسال مع النادي الاهلي. لسه الكوره، بدايه والارسال مع النادي الاهلي. والهجمه اهلاويه على طول بتتلعب لاسراء سعيد، اسراء لساره الخولي، هات وخد. اتنين الهجمه عند شيماء عماد لاسراء سعيد، اسراء هات وخد لاسراء، بتحاول تعدي كده عند ساره الخولي، لكن لسه الكره تاني بتتنقل ناحيه الشمال، ترجع تاني عند اسراء سعيد، بتحاول تعمل اختراق. اسراء تحاول تكمل وتخش، لكن تاخد فاول، رميه حره، رميه حره اهلاويه. ما زالت اشاره اللعب السلبي مرفوعه، ما زالت اشاره اللعب السلبي مرفوعه. لسه الهجمه مع ياسمين وحيد، ياسمين بتحاول تعدي على الدايره. حلوه 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 لو كملت، ورميه جزائيه، رميه جزائيه. ساره الخولي عدت وقطعت كويس قوي، واستلمت الكوره من على الدايره وحاولت تسجل، لكن رميه جزائيه. مي هشام على التنفيذ، مي هشام، مي هشام على التنفيذ، رميه جزائيه وبتسجل مي، وبتسجل مي. لعبه من لوب حلو قوي من فوق حارس المرمى، بسجل بيها الهدف ال 17 17 الاهلي، 16 سبورتنج. والهجمه النادي سبورتنج، تمريرات بعرض الملعب، بتحاول كده ياسمين الناصر صلاح الدين ليه مران خالد في صفاره، في دقيقتين على اسراء سعيد، في دقيقتين كده انا شايف على اسراء سعيد. يبقى الاهلي كده هيلعب لمده 22 ثانيه اربع افراد، وفي رميه جزائيه لسه مش عارفين مين اللي راح يلعبها من نادي سبورتنج. انا شايف نورين امين هي اللي رايحه، رقم 55 نورين، بتهاوش مره والتانيه وتسجل، وتسجل وتسجل هدف، لكن وقع حارس الاهلي. ان شاء الله تكون سليمه وتقوم. غاده حسام شعبان يمكن جات في العارضه كده، ان شاء الله نطمن عليها تكون سليمه وتقوم. واكيد طبعا على طول العلاج الطبيعي بيخش، والكابتن ياسر والكل معاها. يمكن في كده ان شاء الله تكون سليمه وتقوم وتكمل. وانا شايف امنيه خالد بتجهز نفسها، يعني انا شايف كده امنيه خالد بتجهز نفسها. هنشوف ونتابع مع بعضينا، ان شاء الله تكون سليمه وتقوم. لسه في الملعب، قامت ايه؟ الحمد لله، ان شاء الله تكون سليمه وتكمل على الاقل، حتى لو ما كملتش نطمن عليها وتخرج وتتعافى، تبقى سند لزمايلها. غاده حسام شعبان حارسه مرمى النادي الاهلي، شايف رقم واحد امنيه خالد هتنزل، امنيه خالد هتنزل، امنيه
شايف كده امنيه خالد هتنزل ولا ايه؟ لسه مش عارفين، لسه الملعب واقف. فعلا امنيه نزلت وبنلعب في الدقيقه الثانيه من زمن الشوط الثالث، والتعادل 17-17. الاهلي ايه هيلعب خمسه بعد 12 ثانيه، اربعه في الملعب دلوقتي. ساره الخولي وموجود شيماء عماد ورقم 88 ياسمين وحيد للخولي، كملت كده ونزلت دعاء حلمي، والحمد لله ايضا غاده نزلت والجمهور بيسقف لها كله اهو، والهجمه لسه اهلاويه، لسه الهجمه مع النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم بطمن مشاهدينا، غاده حسام شعبان حارس مرمى الاهلي نزلت سليمه، لسه الهجمه اهلاويه. دعاء حلمي يلا دعاء، طلع الكوره عند ساره الخولي، هات وخد، تمريرات بعرض الملعب بتحاول تعدي، لسه الهجمه بتكمل مع الكوره، وفي صفاره وفاول، رميه حره لياسمين وحيد، تطلع الكوره على طول وبتقطع ساره الخولي بتحاول تكمل، لكن فاول ورميه حره تاني، وما زال اشاره اللعب السلبي مرفوعه. والدقيقه الثالثه مشاهدينا الكرام، و17 17 لسه الهجمه اهلاويه. تصويبه حلوه حلوه، لكن العارضه، لكن العارضه تمنع هدف اكيد. تبقى الهجمه النادي سبورتنج، هجمه لسبورتنج تاني، لسه تمريرات بعرض الملعب، لسه التمريرات بعرض الملعب، بتحاول نوران خالد ان ترجع الكوره عند سلمى لرقم تسعه ياسمين الناصر صلاح الدين، مقطوعه من دفاع الاهلي، لكن لسه مع ياسمين تاني، ولا سلمى صديق. اكتمل نادي سبورتنج واكتمل النادي الاهلي، نورين لنوران خالد لسلم لياسمين صلاح، لسه فاول تاني، رمية حرة اتلعبت على طول لياسمين الناصر صلاح الدين لنورين، نورين بتحاول تعدي، تنزل تاني عند الجناح اللي بترجع تاني نوران خالد لياسمين الناصر صلاح الدين، وعلى الدائرة بتحاول تسقط، لكن دفاع الاهلي ياخد، في صفارة وفاول، صفارة وفاول لسبورتنج، وإشارة اللعب السلبي مرفوعة، إشارة اللعب السلبي تاني لنوران خالد، واتلعبت الكرة للنادي الأهلي على طول. إسراء سعيد نيل الملعب، نص ملعبها على طول، إسراء ليه ياسمين عماد، ياسمين ليه سارة الخولي، هات وخد مع شيماء عماد تاني، بتحاول تسقط ليه ياسمين سعيد. وينتهي مشاهدينا الكرام الشوط الثالث بالتعادل 17-17. هننقل على طول على الشوط الرابع، والجمهور كله بيقول يا رب، هناخد دقيقه بس كده يعني يلتقطوا فيها الانفاس، لكن احنا مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وماراثون نهائي كأس مصر لعموم السيدات بين الأهلي وسبورتنج، وحصريا من خلال قناة الأهلي، وعلى طول كده بيبدلوا الأماكن علشان يبقى الشوط الرابع على الاستعداد على طول، مش هيبقى في استراحة بين الشوطين، عشان كده الخمس لعيبة أو الست لعيبة اللي في الملعب هينزلوا على طول. وهنبدأ مع حضراتكم مباشرة على طول الشوط الرابع، لو استمر التعادل هيبقى في خمس دقايق تاني وخمس دقايق تالت، يعني هيبقى فيه 10 دقايق كل شوط، خمس دقايق تاني غير الخمس دقايق دول، ده لو انتهى اللقاء بالتعادل، لو انتهى الشوط الرابع بالتعادل. لسه المباراة في الملعب،
17-17. وعلى طول هنبدأ الشوط الرابع على طول. وإشارة المباراة على طول تلعب الكرة لسبورتنج نورين لرقم 9 ياسمين صلاح لنوران تاني لنورين. هات وخد تمرير بالخط الخلفي تحاول تعدي لكن ترجع تاني لياسمين لنورين بتحاول تعمل دريبل كده وتكمل لكن تلمها حارس مرمى الأهلي غادة حسام وفاست بريك سريع وجول وسجل وسجل مي هشام مي هشام بتسجل الهدف 18 مي هشام بتسجل من تمريره طويله خدتها من حارس المرمى غاده بتسجل الهدف 18 17. تاني بتحاول سبورتنج تعدي نورين لكن دفاع الاهلي بيمنع في صفاره وفاول رميه حره لسبورتنج متوقع ناحية الباك اليمين على طول تلعب لرقم 9 ياسمين الناصر صلاح الدين لنورين هات وخد تحاول تصعد على الدايرة لكن الدفاع الأهلي بيمنع يبقى في فاول برمية حرة في هنا بيطالبوا بإيقاف المباراة وفعلا في تغيير كده في لعيبة الأهلي نزلت رقم 8 دنيا شريف لسه الهجمه لسبورتنج بتحاول نوران على الدايره السقط لكن دفاع الاهلي بيمنع في فاول ورميه حره دقيقه ونص مشاهدينا الكرام الشوط الرابع الاضافي تاني لسه نورين بتحاول تصعد للجناح اللي بتخش وتسجل بتخش وتسجل سلمى صديق الهدف 18 عشان ترجع النتيجة تاني 18-18 لسه الهجمة أهلاوية على طول بتنزل على الدايرة ياسمين عبد الرحيم وموجودة في الملعب ياسمين وحيد اللي بتحاول تعمل اختراق لكن تاخد فاول ورمية حرة رمية حرة اتلعبت على طول للأهلي وتاني بتحاول تكمل شيماء عماد لكن تاخد فاول شيماء ترجع لياسمين وحيد والتصويبة حلوة لكن فاول ورمية حرة للأهلي تصويبة ورمية حرة للأهلي لسه الهجمة أهلاوية على طول إسراء سيد لياسمين وحيد وتصويبه لكن خارج الملعب يا اسراء تبقى الهجمه لنادي سبورتنج على مهلها بتنقل الملعب ياسمين عدت نص ملعبها ولسه تمريرات من الخط الخلفي ياسمين الناصر صلاح الدين بتحاول تطلع كده تصويبه وهدف تصويبه وهدف في 19 على طول الصالة الخلي تبدأ والأهلي بيبدأ يسلم مجمع مرتدة سريعة والصالة في كده دقيقتين خد إسراء سيد داخلة بانفراد تاخد إسراء دقيقتين على سبورتنج وهي رمية جزائية لإسراء على التنفيذ مي هشام مي هشام مي هشام على التنفيذ ويشيلها حارس المرمى وتشيلها حارس المرمى تبقى الهجمه لسبورتنج تبدا تلعب على مهلها خالص في صفاره الترابيزه كده بالصفر في لعيبه دخلت غلط رقم 55 نورين فبالتالي الملعب هينقص واحد والكره ترجع للاهلي الكرة ترجع للأهلي الملعب فعلا في سبورتنج ناقص واحد هجمة أهلاوية شيماء عماد توصل على طول ياسمين وحيد بتحاول تعمل اختراق لكن تاخد فاول ياسمين رمية حرة
ملعوبه على طول عند مي اللي بتاخد رميه جزائيه. مي الشام بتاخد رميه جزائيه والملعب بيقف. والله لسه الوقت شغال، ما وقفوش الملعب. و 18 19 جمهور كله بيقول يا رب. داخله شيماء عماد، شيماء عماد داخله، شيماء على التركيز، شيماء بتصوب، شيماء وتسجل، وتسجل شيماء، وتسجل شيماء. وعلى طول تبدا سبورتنج تاني، والجمهور كله طبعا حضراتكم سامعين لا للتعليق. تاني الكرة لسه وبتقع في الملعب، بتقع غادة حسام شعبان، ان شاء الله تكون سليمة غادة. لسه زي ما قلت لحضراتكم 8 ثواني مشاهدينا الكرام، وممكن يكون في 5 دقايق تاني، 10 دقايق على شوطين. والجمهور كله بيشجع غادة حسام، كل الجمهور بيشجع غادة حسام. لسه الهجمة لسبورتنج، 8 ثواني الهجمة مع نادي سبورتنج، و 19-19 وبتحاول تخش وتشوط لكن ترجع تاني الكورة، وبينتهي الوقت. ويبقى في هنا فاول هيتلعب، فاول هيتلعب. لو تتذكر حضراتكم كان في نفس الكورة بس كان للنادي الأهلي، النبادي بسبورتنج جاي في الصورة قدام حضراتكم، وتصويبة كان خارج الملعب. ينتهي معاها الشوط الرابع، وهنبدا نلعب تاني 5 دقايق على شوطين، يعني 5 دقايق و5 دقايق ماراثون نهائي بطولة كأس مصر لعموم السيدات. زي ما كابتن صلاح قال لي، كابتن ياسر صلاح قال لي انا بستعد لبطولة افريقيا اللي هتتلعب عندنا في القاهرة هنا، بقالنا اكتر من 30 سنة ما لعبناهاش، وبالتالي الاحتكاك القوي مع أندية القمة هيبقى مفيد ليا تماما. البطولة عندنا هنا في القاهرة شهر 4، في طبعا هياخدوا القرعة تاني من يبدأ شوطين جداد، من يبدأ رمية الإرسال شوطين جداد تماما، 5 و5 على شوطين، كل شوط 5 دقايق، 5 دقايق و5 دقايق. إذا استمر التعادل هيبقى فيه رميات ال7 أمتار. ماراثون مشاهدينا الكرام، ماراثون نهائي بطولة كأس مصر لعموم السيدات، هنشوف ونتابع ونوصف لحضراتكم، وحصريا من خلال قناة الأهلي لن تجد المباراة على أي قناة تانية. حصريا مشاهدينا الكرام اللي بنعتذر لهم جميعا عن عدم اذاعه الشوط الاول لظروف خارجه عن اداره القناه، لكن بفضل الجهود لاداره القناه عدنا تاني وزعنا وكملنا المباراه اهو قدام حضراتكم. هجمه مع نادي سبورتنج اللي بيلعب 5، الهجمة على طول سبورتنج اللي بدأ يلعب الأهلي، طلع لها مان من بره، وبالتالي استغلال لنقص عدد سبورتنج. تمريرات بعرض الملعب، هات وخد من الخط الخلفي، حاول تصعد على الدايرة لكن الأهلي يمنع. لسه الهجمة مع سبورتنج، وهات وخد رقم 95 سهيلة بالتصويبة لكن شيلها على طول، دفاع الأهلي يمنع عن طريق نوران خالد لسهيلة لنوران اللي بتحاول تعدي وتاخد فاول. والله دي كانت في الصورة ندى شريف، ندى شريف خدت فاول لكن في دقيقتين على لاعيبة الأهلي
رقم 88 ياسمين وحيد. وكده الاهلي هيلعب ناقص لمده دقيقتين لسه على التنفيذ. رقم 4 ندى شريف لعيبه سبورتنج بتطلع لنورين، لنوران خالد، والله ياسمين الناصر صلاح الدين لنورين، فاول عكسي تبقى الهجمه اهلاويه على طول. اتلعبت هات وخد ما بين مي هشام لساره الخولي، وبتنزل تاني شيماء عماد، اسراء سيد في النص. في تغيير في مراكز اللاعبين، اسراء سيد في النص لساره حسام، ساره لشيماء عماد، وفي فاول ورميه حره ناحيه الباك اليمين للنادي الاهلي. ودقيقه ونص من بدايه الشوط الخامس الاضافي. قلت لحضراتكم احنا لعبنا شوطين وده الثالث، يعني كده هنلعب ست اشواط، لعبنا منهم اربعه وده الخامس. لسه الهجمه اهلاويه، بدا سبورتنج يطلع من بره الست امتار، بيقابل من بره لسه ساره حسام لشيماء، والله اسراء سعيد، لكن لسه الهجمه لسبورتنج اتحسبت فاول عكسي على اسراء. ترجع الهجمه لنادي سبورتنج والتعادل 19-19 حتى الان بدايه الدقيقه الثالثه من زمن الشوط الثالث الاضافي. هات وخد من الخط الخلفي، بتحاول تعدي لكن مقفول عليها زاويه تصويب، تاخد فاول ورميه حره ناحيه الباك الشمال لسبورتنج. ياسمين الناصر صلاح الدين تطلع لاسراء وحيد، ياسمين بالشوط والسجل، بالشوط والسجل ياسمين الناصر صلاح الدين. تبقى الهجمه اهلاويه على طول، ساره حسام، ساره حسام هات وخد، تطلع الكوره عند مي هشام لاسراء سيد لساره. اسراء تغيير في مراكز اللاعبين للاهلي، الاهلي اكتمل كده. وادي بتحاول اسراء تاني ليه ساره حسام، تصويبه لكن خارج الملعب، الوقت بيقف خارج الملعب. رميه مرمى لسبورتنج، شايف مدرب سبورتنج بيقول لهم هدي الملعب. ما لسه في الشوط الثالث، يعني في شوط رابع لسه. تاني سبورتنج على مهله، سهيله في النص، ياسمين الناصر صلاح الدين لنورين، لنوران خالد تاني، نورين حاول تلعب على الدايره لكن ترجع تاني لسهيله في الجناح، تحاول تعدي نورين خالد تاني، نوران لكن لسه الكره للجناح والشوط، لكن خارج الملعب رميه مرمى، رميه مرمى اهلاويه اتلعبت على طول سريعه. اسراء، اسراء تقف على ملعبها وتستنى، وتمريرات بالعرض. اسراء لياسمين وحيد ليه شيماء عادل لاسراء، اسراء تحاول تعمل اختراق لشيماء، تحاول تخش شيماء عماد لكن تاخد فاول تاني لاسراء سعيد، تعمل اختراق وتسجل. والله العارضه، العارضه لكن في رميه جزائيه، يعني الكره انا قلت لحضراتكم بتسجل. اسراء معروفه عنها بالاختراقات وبتعمل اختراق جميل، لكن العارضه بتمنع هدف ومعاها تاخد رميه جزائيه. شيماء عماد على التنفيذ، شيماء وتشيلها حارس المرمى لكن ترجع تاني لشيماء، وفاول للنادي الاهلي، فاول للنادي الاهلي. ولسه كده على الدايره، وفي صفاره الوقت بيقف، في حد هيخرج كده، انا شايف رقم 4 من سبورتنج بتاخد دقيقتين. ندى شريف
ندى شريف والهجمة أهلاوية على الدائرة لكن مقطوعة وبينتهي مشاهدينا الكرام الشوط الثالث الإضافي. أستسمحكم في فاصل صغير جدا نرجع تاني لننقل الشوط الرابع في مشاهدينا الكرام مرة تانية والتعادل 20-20 بالتعادل 20-20 وعلى طول هجمة النادي سبورتنج تمريرات بالعرض وهات وخد لسه نوران خالد بتحاول تعدي عند ياسمين الناصر صلاح الدين لنورين نورين ليه ياسمين الناصر صلاح الدين بتحاول تعمل اختراق لكن على طول بتشيلها جادة حسام حارس مرمى النادي الاهلي لسه الهجمه لسبورتنج وادي التمريره الثاني ليه نورين نوران خالد هات وخد وتغيير في مراكز سبورتنج ونورين بالشوط وسجل نورين رقم 55 نورين امين بتسجل وعلى طول اسراء على طول على طول والله بترد على طول سريعه جدا والله دي مي هشام بتخش وتسجل هدف التعادل 21-21 الاهلي بدا يلعب دفاع 5-1 وبدا يطلع من بره التسعة متر لكن لسه نورين بتحاول تخطف الكرة دفاع الاهلي لكن لسه الهجمه مع سبورتنج الثمن نادي سبورتنج وكده الاهلي يرجع تاني على 6-0 ولسه التمريرات من بره هتاخد ليه نادي سبورتنج نوران خالد نوران ليه ياسمين الناصر صلاح الدين لنورين لكن مقطوعه من دفاع الاهلي وصفاره صفاره بفاول لسبورتنج تاني صفاره فاول لسبورتنج لسه الملعب واقف 21-21 مضطر هنلجا ليه الرميات السبع امتار الرميات الجزائيه ولا ايه لسه التعادل نورين بتحاول تعدي لكن دفاع الاهلي جامد في اشاره اللعب السلبي اشاره اللعب السلبي على سبورتنج على التنفيذ ندى شريف ندى ليه شيماء ولكن الهجمه تتنقل للاهلي اسراء سيد هادو خد اسراء تاني للملعب عند ساره الخولي لاسراء تاني نزلت ضاع حلمي في الباك وراحت اسراء في الجناح ضاع حلمي ليه ياسمين ولسه الكوره مع النادي الاهلي اللي بتحاول تعدي اسراء سيد لكن تاخد فاول رميه حره اسراء فاول لاسراء سيد تستلم اسراء تطلع الكوره هات وخد مع شيماء عماد شيماء بتحاول تعدي شيماء لكن تاخد فاول تاني شيماء فاول ورمية حرة أهلاوية تاني شيماء هات وخد على الدايرة اللي بتحاول تسقط لها تاني لكن تاخد فاول رمية حرة تاني هات وخد لإسراء إسراء سيد ترجع الكورة عند ضاع علم الإسراء إسراء تصويبة لكن في فاول تاني ولسه شرط اللعب السلبي شرط اللعب السلبي لسه الهجمه اهلاويه تاني بتحاول كده اختراق لكن تاخد فاول تاني شيماء عماد شيماء عماد تاخد فاول
شيماء لسه فاول ولسه اسراء بتحاول تعدي، لكن والله انا شايف طه حلمي لو استمر التعادل هيبقى في خمسة او خمس رميات حرة، هيبقى في رميات جزائية من السبع امتار. لسه الهجمة اهلاوية 21-21 نهائي كأس مصر عموم السيدات، على طول بتحاول تعدي بتاخد فاول لكن لسه تاني فاول، وشارة اللعب السلبي مرفوعة للجناح اللي بتحاول تخش وتسجل 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 مع الكورة وبينتهي مشاهدينا الكرام فوز ولا أروع ولا أجمل للنادي الأهلي 22-21 وينتهي مشاهدينا الكرام ماراثون نهائي كأس مصر عموم السيدات بفوز ولا أروع ولا أجمل من كده من نادي الأهلي. ألف مبروك للأهلوية، ألف مبروك للنادي الأهلي، كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، هارد لك لنادي سبورتنج، عملت اللي عليك، عملت ست أشواط كانت فيها ند للنادي الأهلي، لكن الأهلوية بفوزهم الكبير بفوزهم الكبير بيشيلوا ويحملوا كأس مصر للمرة الثانية. ونرجع سريعا مشاهدينا الكرام، كان معكم معلقكم الرياضي مجدي حطب، والان سريعا الى الكابتن هيثم السعيد استاديو ملك الصالات مع ضيوفه الكرام سامح لبيب سلوى سليمان، اترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.